اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. انا على الهواء، يا ريت تكلموني على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم، ولو في اي حاجه عاوزين توصلوها لنا سواء تعليقات او وصفات او اي حاجه مش عاجبه حضراتكم ابعتوها لنا على البيج بتاعتنا شبكه وصناره على الفيسبوك. النهارده هعمل كفته سمك لانها طلبت كتير قوي، وهعمل بعد كده سلطه جمبري بالبطاطس. اقول لحضراتكم على مكونات الكفته: سمك فيليه قشر بياض، بيض، بطاطس مسلوقه نص سلقه، بقسماط، بصل، ثوم، روزماري، وصلصه طماطم. صلصه الطماطم والثوم هاخد جزء من الثوم احطه مع الخلطه، وبعد كده هعمل بسرعه صلصه، يعني صلصه كده زي ما بيقولوا عليها دقه ولا حاجه، يعني صلصه حمرا كده تحط على اسمه ايه ده، الكفته بتاعه السمك. هبتدي الاول بالخلاط، يعني نبقى مجهزين الخلاط، ونبقى مجهزين طبعا طاسة على النار فيها زيت سخن جدا. هقطع الاول السمك حتة صغيرة كده علشان بس اسهل على الخلاط ان هو يبقى الموضوع اسهل. المهم بس واحنا بنجيب السمك طبعا نفتكر كويس قوي ان احنا السمك هنجيبه من مكان احنا مطمنين له، يعني مكان سماك او سوبر ماركت عارفينه علشان نبقى عارفين مصدر السمك ايه. وبعد كده هنقلب السمك كده ونمشي ايدينا عليها نطمن ان مفيش فيها اي شوك، علشان لو فيها شوك واحنا عاملين بنعمل الكفتة ممكن يضايقنا لو في اي حاجه شكلها مش عاجبنا زي الحته دي مثلا نشيلها كده. بس عاده في الكفته الحاجات اللي بتبقى في البطن بتاعت السمكه اللي هي بتبقى فيها شويه دهن بتبقى كويسه، ما بتخسرش معانا في حاجه. هقطعها كده يعني يمكن بالمقاس ده، بس حاجه بسيطه كده عشان تساعد الخلاط ما تقعدش الحاجات تمسك فيه. وهشيل كل السمك كده، نركب دي كويس الاول. المهم السلاح ده واضح انه متركب بالمشقلب، نخلي بالنا علشان ايوه كده تمام. وبعدين اغسل ايديا ونشيل ده. يعني هو السمك من الحاجات، يعني السمك مش زي الفراخ مثلا ما بنبقاش قلقانين منه قوي. هطلع فاصل بسرعه وهرجع اكمل مع حضراتكم بقيه الخلطه بتاعه كفته السمك. رجعت لحضراتكم من الفاصل، ما عملتش حاجه بس غير ان انا اتاكدت ان الخلاط السلاح بتاعه راكب كويس. هاخد بقى ايه الكميات اللي بتحط في الكفته راجع لحضراتكم. انا مثلا هقول على كميه السمك دي هحط بس يعني نص بصله كبيره وكفايه كده. عاوزين تزودوا ماشي، عاوزين تخلوها تقللوا برده ماشي، ممكن نستغنى خالص عن البصل ونخليها توم بس. كل الامكانيات قدامنا متاحه. هحط ايه 3 فصوص توم، وهحط روزماري، ممكن طبعا نحط بقى زعتر، نحط اي خضره احنا عايزينها، نحط فلفل الوان، نحط شبت، اي حاجه احنا بنحبها نحطها على الايه على الشوربه. هحط بقى بطاطس بكميات قليله، طبعا دي مسلوقه 3 ارباع سلقه ما ينفعش احطها نيه، هحط كميه قليله واشوف، لان البطاطس ممكن تخلي الكفته نفسها تفك. هاخد شويه ملح كويسين كده، طبعا لو عايزين تخلوها حراقه نقدر نحط شوية من الفلفل الحار، وممكن نحط برضو شوية من الفلفل الأسود. والزيت يبقى على النار سخن جدا، يعني المفروض يبقى أقصى حاجة نقدر نوصل لها درجة السخونية. فاضل آخر مكون نحطه دلوقتي على الخلطة بتاعت الكفتة اللي هو البقسماط. طبعا أنا هستعمل البقسماط علشان دول اللي هحمر بيهم، لكن البقسماط نقدر نستعمل بقسماط، نقدر نستعمل رز مجروش، ده او ده ينفعه. هزود شويه من الزيت، ودايما واحده واحده على الزيت لان الزيت هو اللي بيخليها تفك من بعضها. هشوف كده القوام عامل ازاي، ممكن محتاجش ان انا احط بقسماط خالص، يعني همسك كده واشوف كده محتاجه شويه من البقسماط، لان لو حطيتها كده
وحطيتها على النار ممكن تفك مني جدا. طبعا المفروض ان احنا نسيبها في التلاجة او في الفريزر من نص ساعة لما فوق عشان تمسك نفسها. هاخد معلقة من البقسماط مش كتير، وهشوف هاخلطها مرة كمان وهشوف مسكت نفسها ولا لسه. هنشوف برضو كده يعني كده لسه طريه شويه كده يبقى فيه، لان انا مش هلحق احطها في الفريزر او في الثلاجه، فممكن يبقى فيه احتمال ان هي تفك مني على النار، فهطمن ان انا مزود البقسماط. في البيت ما تزودوش بقسماط قوي علشان عندكم الفرصه ان انتوا تحطوها في الثلاجه وتسيبوها ساعه او ساعتين لحد لما تمسك نفسها. كده تمام، نجيب طبق ونبتدي. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اوسخش ايديا الاثنين عشان اعرف استعمل ايد، والايد الثانيه اقدر امسك بيها اي حاجه انا عاوزها. لو لقينا واحنا بنعمل الكفته كده بتمسك، ممكن يعني بتمسك في الايد، ممكن نجيب بوله فيها ميه ونبتدي ان احنا بس نبل ايدينا بالميه ونبتدي نعمل الصوابع الكفته. طبعا يفضل عشان ما تفكش نحطها في الثلاجه او في الفريزر لمده مش اقل من ربع ساعه. انا عايز اشيل دي عشان ما اعورش نفسي. نحاول طبعا نخليهم كلهم حجمهم زي بعض عشان لما نيجي نسويهم او لما نيجي نحمرهم في الزيت يستووا في نفس الوقت. على فكرة ممكن نعملها من غير بيض وبقسماط خالص، ممكن نكملها زي ما هي كده، يعني ممكن تتحط زي ما هي كده على طول في النار وايه وتبقى كويسة. ممكن نرش عليها شوية دقيق بس، كبر دي شوية. المهم ان احنا بس نحاول نحافظ على المقاس يبقوا قد بعض، ومش عايزين نخليها تخينة قوي، لانها لما تبقى تخينة قوي ممكن من جوه ما تستويش وممكن تفك برضو مننا واحنا ايه بنقليها في الزيت. يعني دي اكبر سنه، واحده واحده بقى كده ايه، يعني هي شغلانه مزاج. احاول اعمل يمكن سته كفايه، احاول بس نركز قوي في موضوع المقاس ده علشان ممكن طبعا نصغرها اكتر من كده. ممكن نعملها على شكل برجر، ممكن نعملها يعني على شكل مدور، ممكن نعملها كور ونحطها مع سباكيتي ومع صوص احمر، يعني زي ما نحب. ممكن كده هحاول اخلصهم. موضوع الميه اللي بنحطها على ايدينا واحنا بنصبع كفته يعني بتسهل الموضوع قوي علشان ما بتلزقش في الايد. نعمل واحده كمان كده كفايه. طبعا لما بتتحط في الفريزر بنبقى مطمنين قوي ان هي مش هيحصل ان هي تفك. صغيره برضو. بعد كده بقى ايه شويه من البيض والبقسماط، ومش عايزين ما تضغطوش عليها قوي عشان لو ضغطنا عليها قوي بتبقى صعب ان هي تستوي من جوه، فخليها تبقى زي كده شويه فلافي كده. ممكن نشيل الخلاط خليه هنا مقطع. عايز اعدل دي شكلها مش كويس. ممكن بقى كمان نعمل حاجه ظريفه، اي ممكن لو عندنا العيدان الخشب ممكن نحط فيهم العيدان الخشب عشان لو مثلا عاوزين الاولاد الصغيرين ياكلوا منهم من غير ما يبقى متضايقين من شكلهم. شويه بقى اغسل ايدي. طبعا انا سايب الزيت على النار علشان يسخن على قد ما يقدر او على قد ما نقدر، بس المهم ان ايه ما نخليهوش بقى يبقى يعني مولع علشان ما يفورش ويعمل مشكله. ننضف شوية الكلام ده.
طبعا بيض وبقسماط بتبقى العمليه ايه فيها. ممكن نستعمل دي يعني غالبا في الكميه دي بيضه واحده هتكفي، بس ايه علشان ما احتاجش ان انا اكسر بيض تاني واعمل نفس الكلام ده من الاول، خليني ابقى جاهز على طول. هاخد شويه من الملح ونحاول بقى ايه نستعمل ايد واحده علشان الايد التانيه هتبقى يعني اقدر امسك بيها الطاسه او اللي انا عايز اعمله. مش عايزين نغرقها قوي يعني، يا دوب بس يبقى فيها البيض والبقسماط، وانا حطيت شويه من الملح في البيض. لو عايزين بقى تخلوا مثلا حط فلفل اسود او شطه او اي بهار من البهارات بتحبوه مع البيض هيعمل فرق في الطعم برضو. المهم بس نبقى عارفين الفكره كلها ماشيه ازاي، وبعد كده بقى الزيادات اللي بنزودها دي بتبقى راجعه لنا احنا في البيت. عشان كنت بقول لحضراتكم في الاول مش عاوزين نحط بيض كتير، علشان البيض ده خلاص مش هينفع نستعمله في حاجه تاني غير ان احنا ممكن نقليه على طول دلوقتي وناكله في ساندوتش ولا حاجه، لكن غير كده مش هينفع يستعمل لان كان مكانه سمك، فهيبقى صعب ان احنا نستعمله. اخر واحده وبعدين هعمل بقى صلصه طماطم، اسهل صلصه طماطم في الدنيا. فصين ثوم، معلقه صلصه، شويه ميه، ملح وفلفل، وبقى عندنا صلصه طماطم نحطها على الايه على الكفته. كل ما بننظف على طول واحنا ماشيين كده على طول بتبقى الدنيا اسهل بكتير، عشان ما نجيش في الاخر ونلاقي ان العمليه بقت كلها مبهدله. نحط بقى الكفته كده بالراحه، ومش عايزين نملى الطاسه على الاخر عشان ما تنزلش درجه حراره الزيت ويبقى عندنا مشكله ان الكفته شربت الزيت. هحط الكفتة في الزيت تتقلي وهطلع فاصل، ارجع اعمل الصلصة الحمراء واعمل معاها سلطة الجمبري والبطاطس المسلوقة. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. خلاص الكفتة يعني بنتكلم في يعني 5 6 دقايق، بعدين انا عاملها ديب فراينج، يعني كل كفتايه نازله جوه الزيت كله، فمش محتاج قوي ان انا اقلبها. زي ما حضراتكم شايفين بيبقى لونها كده ذهبي وكويس جدا، وحتى نبقى مطمنين قوي انها تستوي، لان درجه السخونيه اللي لسه في الزيت بعد ما بتطلع من على النار درجه السخونيه بتكمل سواها، فما نقلقش خالص نقول ايه ده، طب هي استوت من جوه ولا لا. هي بالظبط 5 6 دقايق بالكتير قوي 8 دقايق لو عاملين كميه كبيره، وبتبقى استوت. هسيبها لحد لما ينشف الزيت اللي فيها، او لو فيها زيت زياده يتشرب، لو في مناديل ممكن برضو على الوش كده. الفكره ان احنا بتطلع مقرمشه وبتطلع ماسكه نفسها، الزيت سخن وما بنملاش الطاسه، فاللي بيحصل انها ما بتشربش زيت فبتطلع مقرمشه وبتستوي من جوه. كده يبقى فاضل عندي صلصه طماطم، فصين توم او فص توم كبير، احط فيه معلقه صلصه وشويه ميه، ملح وفلفل، يبقى الصلصه خلاص. هعمل بعد كده سلطة جمبري ومعاها بطاطس مسلوقة. نقول المكونات: خس، كابوتشا، بقدونس، مايونيز، توم، بطاطس مسلوقة، فلفل حار، وجمبري. علشان برضو نبقى كله في السريع هاخد فص توم كده كويس على الكمية دي، ممكن نقول فصين. وطبعا ودنا مع اللي شغال على النار ده، مجرد ما نشم ريحه الثوم احط الطماطم علشان تبتدي تتشوح. هناخد شويه من زيت الزيتون، مش كتير، بس محتاج الطاسه دي تسخن علشان لما ما بتسخنش الجمبري بيتحط
ويبتدي لما تبقى سخنه يبتدي ينزل ميه، فانا مش عايزه ينزل الميه الكتيره دي، عايز معلقه كبيره. سريعا سريعا كده. لو عايزين بقى تزودوا تحطوا ريحان، تحطوا زعتر على الصلصه دي، مفيش مشكله خالص. شوية صغيرين من المية، بقى عندنا صلصة اسمها 1 minute sauce، ما بتاخدش حاجة خالص، يعني هي كده انتهت. نقلبها بقى كده شوية. لو عايزين بقى نزود شوية من الروزماري، شوية من الزعتر، شوية من الريحان، أي حاجة على الصلصة دي هتبقى تمام. دي كده خلاص، نجيب حاجة نحطها فيها. كده عندنا صلصة حمراء علشان الكفته. لو في اي حاجه خضر نحطها على الوش كده. ماشي، ادي كده الصلصه، مش هحطها بقى، خليها جنبها، ولما نبتدي الاكل نبتدي يعني نبقى نحطها براحتنا. ناخد شويه كويسين من الشبت ده، بس هفردهم في الطبق كده علشان يبقى في شكل. دي سخنت قوي، ادي كده كفتة السمك خلاص، ومعاها صلصة الطماطم. فاضل دلوقتي ان انا ابتدي في الجمبري. طبعا الطاسة سخنت قوي، لو ابتديت دلوقتي هتقعد بقى تطشطش وتعمل صوت عالي جدا، فنبعدها شويه على النار على ما ننضف المسائل دي والدنيا دي تنضف شويه. كده نقول انها بردت شويه. نحط الثوم كويس، بردت. اقدر احط الجمبري على طول، استعمل دي بتاعت الصلصه. هستنى شوية على الملح دلوقتي، مش هحط ملح عشان لو حطيت ملح دلوقتي هيبتدي يطلع الماية اللي في الجمبري وهيبتدي يعمل لي اخلي الطاسة مليانة مية. هستنى شوية على الملح لحد ما اظبط الجمبري. واقطع الخس، يعني ممكن اخد نص واحدة بس. نص واحدة هيبقى كفاية جدا. الجمبري ما بياخدش وقت خالص، دقيقتين ثلاثة، المهم بس لونه يبتدي يقلب بينك عشان نقدر أو نبقى عارفين هو استوى. يعني حتى الجمبري لو اتاكل ني مش هيقول لأ. يعني هياخد فصين التوم دول عشان أعمل بيها تتبيلة، بس هقطعهم صغير شوية. وعناية بقى مع الجمبري، هو كده ولا كده الريحة بتبان واللون بيبان. بولة كده، ممكن احط شوية من الملح. خلاص هو بدأ يستوي، عايز بقى يطلع المية اللي فيه، مش هيلحق لان انا هطلعه من على النار على طول دلوقتي. هياخد شوية من البقدونس. هقطعه مرة واحدة بس. الحار طبعا راجع لحضراتكم زي ما تحبوا الكمية اللي انتوا عاوزينها. بسرعة بسرعة قبل ما الجمبري، يعني هي شوية تريكس صغيرة كده الواحد بيعرفها علشان الأكل ما يطلعش فيه مشكلة. لو كنت حطيت الملح من بدري كنت هتلاقوا الطاسة اللي أنا شغال فيها دي كنتوا هتلاقوها الجمبري عام في مية كده وبقى شكله غريب. وبعدين ناخد الزيت، لا عايز معلقة.
مايونيز جاهز، معلقة واحدة كفاية كده ولا كده؟ المايونيز جنبي، لو عايز ازود هزود، انا شايف ان كده كفاية. شوية كويسين من زيت الزيتون، وبنفس المعلقة كده. ممكن احط نقطة خل، ممكن احط ليمون. خلينا نعملها النهارده بالخل، هو في ليمون هنا بس يعني الخل بيديها لسعة جامدة كده حلوة. مش هاخد البطاطس كلها، هاخد شوية منها من غير ما المية اللي فيها تنزل، كفاية كده. الفكرة ان كل حاجة واحنا بنطبخ احنا بنشوف ايه اللي يعني، انا حاسس ان دول كفاية كده بطاطس على قد شوية الخس وشوية الجمبري كده كفاية، مش لازم ازود حاجة عن حاجة. هاخد الجمبري زي ما هو بالثوم بشوية الزيت اللي موجودين، نطفي كده بقى. وقبل ما ايه، قبل ما تنشف واروح مقلب تقليبة سريعة. ليه بعمل كده؟ علشان عايز الطعم بتاع الجمبري يبقى ماسك في المايونيز وماسك في البطاطس ويبقى كل حاجة ممتزجة مع بعض. ادي طبق نحط كده ايه، طبعا دي سلطة فلو عايزين تزودوا عليها طماطم تزودوا عليها اي حاجة مش هتقول لأ. وبعدين نحط بقى كل ايه، طبعا لو في حد عامل نظام غذائي مش عايز مايونيز ممكن يستغنى عن المايونيز ويخليها تبقى زيت زيتون بس وليمون وملح وفلفل، لكن لو ما عندناش نظام غذائي فممكن نحط الكمية اللي احنا عايزينها. شوية اخضر كده علشان هشيل بقى اي زيادات كده. ودي كده يبقى عملت لحضراتكم النهارده كفتة سمك ومعاها صلصة طماطم وبطاطس سلطة بالجمبري والمايونيز. ألف هنا وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.